سائل يقول: الرياء يحبط العمل الذي قارنه، فهل إذا تاب العبد توبة نصوحة يرجع له عمله؟ إذا تاب قبل البداية في العمل ورجع إلى الله وأخلص العمل لله يقبل، أو في أثناء العمل تاب إلى الله يكتب له ما بقي من عمله قبل التوبة ما بعد التوبة، أما ما مضى قبل أن يتوب فلا يكتب له. نعم.